والله اليهود كطائفة دينية كانوا يعيشون هنا، العدد مالهم مو كبير، وكانت علاقاتهم ويا الناس طيبة، وكانوا يشغلون وظائف حكومية. هم ناس تجار معتمد عليهم، وأملاكهم موجودة عندهم. الجامع اللي موجود هسه اللي هو بآثار التوراة والإنجيل، وكانوا هنا هاي مقابرهم لا يزال لحد الآن. هذه منطقة اليهودية، وهاي اللي على اسمهم المنطقة اليهودية، لأنه ليش سموها اليهودية؟ لأن أغلبها ها كانت الأملاك. بعد ما صارت 48 تعرف العوائل كلها اليهودية سفروا إلى خارج العراق، وظلت المركز الديني مالهم، وظلت مقبرة أكو موجودة هنا بالقشلة، إضافة إلى أنه بيوتهم لما صدرت بيعت عن طريق الجهات الحكومية من زمان هذا الحكي، واشتروه الناس.